موضوع الهيدروكيفلس وكل ما يحوم حوله يعني، وده من الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها بصورة شبه يومية في شغلنا، سواء كان في النيابة في المستشفى أو حتى شغلنا عموما يعني. الهيدروكيفلس ده واحد من الحاجات المهمة جدا لينا كنيورو سيرجنز، حتى يعني المثل الشائع يعني ان النايب النيوروسيرجي قاعد في المستشفى ما بيروحش، عشان حالتين، علشان حالة الهيدروكيفلس ما تموتش وحالة الاكسترا ديورال ما تموتش. فالهيدروكيفلس يعتبر من المواضيع المهمة جدا 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 ان احنا نكون فاهمينها، وبنعرف ان احنا نتعامل معاها، وبنعرف ان احنا نشخصها مظبوط، وبنعرف ان احنا بعد كده نعمل لها الجراحات المظبوطة. يلا بينا نبدأ اول حاجة عن الهيدروكافيلس ونقول next. هو ايه هو الهيدروكافيلس؟ الهيدروكافيلس، بص بص الكلام، الهيدروكافيلس هو عبارة عن abnormal accumulation of CSF جوه الفنتركلز. هو ده التعريف اللي انا مستنيه للهيدروكافيلس، وجود السي اس اف وتجمعه وتراكمه جوه الفنتركلز فأدى إلى حدوث الهيدروكافلس. يعني ما ينفعش إنك تقولي إن في فنتريكلوميجالي وخلاص لأي سبب من الأسباب وأسميها هيدروكافلس. لأ، الفنتريكلوميجالي مثلا اللي هنشوفه بعد شوية، الحاجة اسمها هيدروكافلس إكسفاكيو، اللي هو إن في برين أتروفي فحصل إن الفنتريكلز حجمها بقى كبير، ما أقدرش أقول عليها هيدروكافلس. ليه؟ أصل السيسف مش أكيوميليتنج هنا. امال ايه اللي حصل؟ هو مكان انا مليته ميه وخلاص، حته كان اتروفايد ولا مليتها ميه، فما اقدرش اقول عليها هيدروكافلس. لازم لما اقول هيدروكافلس يبقى حصل ايه؟ حصل ان بلعه الحوض اتسدت، والحوض الميه الحنفيه مفتوحه، والميه في الحوض عماله تملى 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 تملى. لازم المنظر ده يطلع في دماغك عشان اقول ده هيدروكافلس. لازم يبقى الصرف بتاع الميه وقف، الصرف بتاع السي اس اف وقف، فالكلام ده ادى الى ايه؟ تراكم الميه جوه الفنتركلز، abnormal accumulation of CSF inside the ventricles. طيب ده ديفينيشن مهم للاستيميت، استيميتد بريفالنس 1 1.5%. وطبعا هنتكلم كمان شويه على انواع، يعني الانسيدنس اوف كونجنتال هيدروكافلس بالنسبه للبيرثس هو يعني 1 في 1000. يعني خد بالك لو قلت البريفالنس بتاع هيدروكافلس عموما هو 1 في 1000، الكونجنتال هيدروكافلس بالنسبه لللايف بيرثس حوالي 1 في 1000. نيكست. الصوره دي كنا جبناها يمكن في الحلقه اللي فاتت، احنا بنتكلم على السورسز بتاع السي اس اف، وكنا قلنا ان معظمه بيطلع من الفنتريكلز، من الكورويد كلاكسس اوف ذا لاترال والثيرد فنتريكلز، والباقي من الفورث فنتريكل والابيدايمال لايننج والخلايا بتاعه المخ وكده. يعني بس هنا عايزين نراجع مع بعض السيركيوليشن بتاع السي اس اف تمشي ازاي. السي اس اف زي ما احنا عارفين بيطلع من الكورويد كلاكسس اللي هو فين؟ في اللاترال فنتريكل مثلا، وبعد كده بيمشي عن طريق اللي عندنا تو لاترال فنتريكلز، بيمشي بعد كده عن طريق الايه، الفورامين اوف مونرو، يوصل للثيرد فنتريكل، ومن الثيرد فنتريكل عن طريق الاكويدكت اوف سيلفيوس بيعدي عشان يوصل للفورث فنتريكل، ومن الفورث فنتريكل بقى اما هيروح للسنترال كانال في سباينال كورد، او ان هو هيخرج عن طريق فورامين اوف لوشكا او ماجندي الى السيسترنز اللي هي البيزل سيسترنز او الهموميس سيسترنا ماجنا، وهيوصل للسب اركنويد سبيس علشان يسيركيوليت بقى في السب اركنويد سبيس حوالين البرين والسباينال كورد لحد ما يلقى مثواه الاخير فين بقى، عن طريق ان هو يبقى ابزوربد جوه الساينسز او ديورال ساينسز عن طريق الايه، الاركنويد جرانيوليشنز. ده هو السيركيوليشن الطبيعيه من اول خروجه في الفنتركل عن طريق الكورويد بلاكسس اللي هو السورس الرئيسي للسي اس اف برودكشن، وحتى دخول الدم وعودته للدم مره ثانيه عن طريق الديورال فينس ساينس. يعني هو خرج من الدم من الكورويد بلاكسس ورجع للدم عن طريق الديورال فينس ساينس. طول الطريق ده هو ده السيركيليشن بتاعه. الهيدروكافلس هو ناتج عن انسداد في اي مكان في هذا الطريق، وهذا الانسداد اللي هيحصل في اي مكان في هذا الطريق هيؤدي الى abnormal accumulation of CSF جوه الفنتركلز، او اللي احنا بنسميها هيدروكافلس. كلام منطقي جدا ومحترم جدا. نيكست، تعال بقى نتكلم على اشكال الهيدروكافلس ده ايه. ما انا عرفت السيركيوليشن بقى، انا بقى جاي اقول لك كان في كلام يقول لك ايه obstructive hydrocephalus وcommunicating، صح؟
بس انا دلوقتي هنشرحها بطريقه بقى ايه اوضح اكتر. الاوبستراكتيف هيدروكيفلس هو الهيدروكيفلس اللي بيؤدي الى ان السي اس اف الانسداد موجود جوه الفنتريكلز، الانسداد موجود في مناطق بعيده عن الاراكنويد جرانيوليشنز، مش في الاراكنويد، مش في السب اراكنويد سبيس، مش في الاراكنويد جرانيوليشنز، هو انسداد ما قبل الاراكنويد جرانيوليشنز. اكتر مكان بيحصل فيه فين؟ عند الفنتركلز. يعني لو حصل انسداد عند فورمن اوف مونرو ده جوه الفنتركل، يبقى اسمه اوبستراكتيف هيدروكابلس. حصل اوبستراكشن عند اكويدكت اوف سيلفيوس، اوبستراكتيف هيدروكابلس. حصل اوبستراكشن عند فورمن اوف لوش كوماجندي، ها، obstructive hydrocephalus. طب حصل adhesions في subarachnoid space وخلت الـ CSF مش عارف يخرج من الـ ايه؟ من الـ ventricles، عشان الـ subarachnoid space بقت ضيقة، obstructive hydrocephalus. يبقى الـ obstructive hydrocephalus ده ليه اسم تاني، non-communicating hydrocephalus. I am not able to communicate with the subarachnoid space كويس، مش عارف اوصل الـ subarachnoid space، عشان كده بقى اسمه non-communicating. ان ال ventricular CSF is not able to communicate with the subarachnoid CSF، فعشان كده سموه non-communicating hydrocephalus. ولكن الاسم الاكثر شيوعا دلوقتي هو ان هو obstructive hydrocephalus. It's blocked proximal to the arachnoid granulations. طب على الـ CT والـ MRI بيبان لي ايه؟ بيبان لي ال ventricles اللي هي proximal للمكان بتاع obstruction بتبان ان هي dilated. Enlargement of the ventricles proximal to the block. بمعنى لو عندي مثلا obstruction عند ال aqueduct of sylvius، هيبقى عندي lateral وال third ventricle هم اللي ballooned، وال fourth ventricle هتبقى normal لانها ملهاش دعوة بهذا الكلام. كلام ظريف جدا وهكذا. يبقى ده معنى كلمة obstructive hydrocephalus، في block حصل فين؟ proximal to the arachnoid granulations، غالبا بيكون جوه ال ventricles. ده بيؤدي الى accumulation او abnormal accumulation of CSF proximal لمين؟ لل point of obstruction، يعني بيعمل hydrocephalus proximal to the point of obstruction. ده ال obstructive hydrocephalus. النوع الثاني بقى اعتقد احنا كلنا استنبطناه بقى، اللي هو ال communicating hydrocephalus. يعني communicating، يعني CSF اللي موجود جوه الventricle is able to communicate with the CSF اللي في subarachnoid space. طب ما الدنيا حلوه اهي، بس انا بقى عندي مشكله في الاراكنويد جرانيوليشنز نفسها. الاراكنويد جرانيوليشنز ار نوت ايبل تو بيرفورم الفانكشن بتاعتها، انها تعمل ابزوربشن للسي اس اف من السب اراكنويد سبيس علشان ترميه فين؟ في الديورال سينسز. وهنا يكمن المشكله، ان السي اس اف بقى كمان اكيوميليتنج فين؟ مش بس في الفنتريكلز، ده كمان جوه السب اراكنويد سبيس بقى كمان في اكيوميليشن اوف سي اس اف. كلام مهم جدا جدا جدا. هم دول المين باثوفيسيولوجيز او المين باثولوجيز اللي بيعملوا الهيدروكافلس، سواء كان obstructive اللي هو النون كوميونيكيتنج هيدروكافلس، او الكوميونيكيتنج هيدروكافلس اللي هو نون اوبستراكتيف هيدروكافلس. في نوع بقى تاني يعني رير جدا ومش مهم خالص، اللي هو اوفر برودكشن اوف سي اس اف، زي في حاله الكرويد بلاكس بابيلوما وكرويد بلاكس كارسينوما. انت عندك كرويد بلاكس ضعبيط بقى، فبرودكشن كتيره من سي اس اف. طبعا ده كلام بطيخ، يعني مش هو ده الايه السبب اللي يعمل لك هيدروكافلس، يعني انت حط بقى فاهمه، لكن ما بقاش هو ده اللي في دماغك، ما بقاش هو ده اول حاجه جت في دماغك اللي عمل هيدروكافلس. اللي يعمل هيدروكافلس حاجتين يا ابن عمي، يا اما اوبستراكتيف، يا اما ايه، يا اما مشكله في الاراكنويد جرانيوليشنز، يبقى اسمه ايه، كوميونيكيتنج هيدروكافلس. اتفقنا؟ زي الفل. نيكست، اسباب بقى الكلام ده ايه بقى؟ احنا خلاص فهمنا الايه، المين باثولوجي. طيب ايه بقى اللي يعمل لك الحاجات دي كلها، ايه اللي يعمل لك الكوميونيكيتنج والابستراكت؟ تعال نشوف. يعني اول حاجه مثلا في حاجات كونجنتال، ناخدها واحده واحده كده. كايري تايب 2، فاكرين الكايري تايب 2 اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الكونجنتال، اللي هو كان عنده داونورد ديسبيسمنت لكل الكونتنسل في البوستير فصه، وكان عنده السي اس اف مش قادر ان هو يتحرك في المنطقه بتاعه فورام الماجنم ديت. طب ده يعتبر اوبستراكتيف ولا كوميونيكيتنج؟ يعتبر اوبستراكتيف طبعا. ليه؟ لان الاراكنويد جرانيوليشن شغاله وزي الفل، انا عندي المشكله ان السي اس اف مش عارف يخرج من الفنتريكلز كويس علشان يوصل للسب اراكنويد سبيس، او لما وصل للسب اراكنويد سبيس مش عارف يتحرك فيها بحريه ويقدر ان هو يوصل للمنطقه اللي فوق. انا كده فهمت، يبقى ده عشان كده بيبقى يعتبر obstructive hydrocephalus. ده كاري تايب 2. نفس الفكره برضو في كاري تايب 1،
كاردي تايب 1 برضو عنده داونورد ديسبيسمنت للسيربيلر تونسلز، وعنده مشكله في السي اس اف سيركيليشن حوالين الفورام الماجنم. فمعنى كده ان المشكله في السب اركنويد سبيس او في الفورث فنتريكل، ممكن يحصل ابستراكشن للفورث فنتريكل اوتت. فالكلام ده كله هيؤدي الى ايه؟ ابستراكشن في الباث واي قبل الاركنويد جرانيوليشنز، فيعتبر ايه؟ ابستراكتيف هيدروكافلس. منطقي جدا، كلام محترم جدا. ايه تاني؟ بص المنظر بتاع الاشعه ديت، اما قلنا اكس الاول منظر اشعه الايه الكاياري، واضح المنظر ده ان في داونورد ديسبيسمنت لتحت الفورم ماجنم، السيلبر تونسلز نازله والفورت فنتركل نفسها كولابس ونازله، الدنيا كلها بقت مخنوقه، في خنقه موجوده في المنطقه دي زي ما كنا قلنا قبل كده. وهذا الاختناق ادى الى ابنورمال سي اس اف سيركيليشن، اوبستراكشن في السي اس اف سيركيليشن، عشان اسميه اوبستراكتيف هيدروكافلس. يلا نقول نيكست بقى. ايه تاني غير الكياري؟ اكويداكتال ستينوسس، برايمري اكويداكتال ستينوسس. يعني ايه؟ انا عندي مشكله، واذا كنا قلناها برضو في الكونجنتال انوميليز، ان عندي الاكويداكت نفسها ضيقه، سواء كانت ضيقه باي طريقه من الطرق اللي احنا كنا قلناها قبل كده، سواء كانت فيها سبتم، سواء كانت البورز نفسها بتاعتها معموله فوركت او انها كولابسد او كده. المهم ان الاكويداكت نفسه، القناه بتاعت الاكويداكت نفسها طالعه ضيقه، وبالتالي ففي اوبستراكشن موجوده هنا كونجنتالي، فده يعمل لك على طول تراي فنتريكولار هيدروكافلس فوق. طب ده اوبستراكتيف ولا كوميونيكيتيف؟ والله يا عيب انا مش هرد عليك. اوبستراكتيف هيدروكافلس طبعا. او ان يكون في حاجه اسمها سكندري اكوداكتر هيدروكافلس، ان في جلايوزز، ان في انفكشن حصل في المنطقه ديت، او جيرمينال ماتريكس هيمرج في المنطقه دي، فحصل جلايوتيك تشينجز فادت الى ايه؟ زي فايبروزس كده، واختناق برده في الاكوداكت. هو لان الاكوداكت نفسه بقى استيناتيك، نفس الفكره برده، يعمل لك congenital obstructive hydrocephalus. اوكي، ايه تاني من الحاجات الكونجنكت؟ داندي ووكر مالفورميشن. ليه يا عم داندي ووكر كان بيعمل ايه؟ لو كان فاكرين داندي ووكر كان ثلاث حاجات، لارج بوستير فصه مع فيرمين اجينيسيس والسيست اللي هي الكوميونيكيتنج مع الفورت فنتركل دي. امال ايه مشكله ده سيست حلوه وزي الفل؟ قال لك لا، ما المشكله بقى ان ده ممكن يعمل لك اتريزيا في الفورامينا اوفلوش كوماجندي. ان حصل اتريزيا فورامينا اوفلوش كوماجندي، فانا مش قادر ان انا اعمل كوميونيكيشن مع السب اركنويد سبيس، فبقى برضو اوبستراكتيف هيدروكافل. ده واضح ان معظم الكونجنتال كوزز بتعمل لك اوبستراكتيف هيدروكافل، وده منطقي، لان ما عنديش مشكله في الاركنويد جرانيوليشنز، انا عندي مشكله في الباثوي اللي يوصل لي الاركنويد جرانيوليشنز، سواء كان كاردي تايب 1 او كاردي تايب 2 او اكوداكتال ستينوزز او داندي ووكر. كل دي اسباب كونجنتال تؤدي الى حدوث الكونجنتال هيدروكافلس، اللي هو بشكل كبير بيكون غالبا ايه؟ اوبستراكتيف هيدروكافلس. ده كلام ظريف جدا. نيكست. طيب الاكوايرد كوزز بقى، ودي برضو احنا بنتعامل معاها بصوره كبيره. تعال نشوف الاكوايرد كوزز اسبابها ايه. اول حاجه انفكشس، وده يعتبر the common cause او the most common cause of communicating hydrocephalus. الايه the most common cause of ايه؟ معلش اسمعها تاني. communicating hydrocephalus post infectious، ان يكون العيان عنده infection. طب والانفكشن دي هتعمل ايه؟ والله الانفكشن ممكن انها تعمل لك انفلاماتوري تشينجز في الاراكنويد جرانيوليشنز، فما تعرفش تشتغل، فالاراكنويد جرانيوليشنز تبطل تعمل ابزوربشن اوف سي اس اف، وتوديه في الايه؟ في الساينسز، فيعمل له كوميونيكيتنج هيدروكافلس. يبقى السي اس اف ماشي عادي من الفنتركلز وطالع للسب اراكنويد سبيس الحمد لله، يجي يوصل عند الاراكنويد جرانيوليشنز يلاقي فيه انفلاماتوري رياكشن ومش شغاله. حبيب قلبي، كوميونيكيتنج هيدروكافلس على طول. The most common cause of communicating hydrocephalus هو الايه؟ الانفكشس. فلما يجي لك طفل، الطفل اللي عنده communicating hydrocephalus ده post meningitic حبيب قلبي، ده جاله post جاله meningitis لما اتولد، والmeningitis عملت له inflammatory changes، فعملت له ايه؟ ضربت له arachnoid granulations، فجاله ايه؟ communicating hydrocephalus. ده مش congenital بقى، ده ما اسموش congenital، ده مش مشكلة في اثناء التخليق، ده مشكله بعد الولاده. واخد بالك انت ازاي؟ ده الطفل اللي بيقعد في محضن فتره طويله وبيسخن بعد لما يتولد والكلام ده، هو ده الطفل اللي بيجي له بوست مينينجيتك هيدروكافلس. ربما يكون ده الريت بتاعه اعلى من الريت بتاع الكونجنتال، لكن لو اتكلم على كونجنتال اللي انا اكتشفت ان عنده هيدروكافلس اثناء الحمل وتولد لي بهيدروكافلس، ده غالبا هيكون اوبستراكتيف مش كوميونيكيتنج. فاهم الفكره ازاي؟ اما الاكوا لما نتكلم على الانفكشن بقى اللي هو البوست مينينجيتك، ده الموست كومن كوز اوف
كوميونيكيتنج هيدروكافلس، ده اللي ادى الى ان الانفلاماتوري رياكشن ضربت لي الاراكنويد جرانيوليشنز، فما بقتش عارفه انها تابزورب الايه السي اس اف. تاني سبب اخوه برضو اللي هو ده سكند موست كومن كوز بوست هيموراجيك، برضو حصل سب اراكنويد هيموراج، حصل انترا فينتريكولار هيموراج، فالكلام ده ادى الى ايه الدم دوت، ولما الدم ده اتحلل بعد كده وعمل لك بقى كل الميتابولايتس بتاعت الدم لما يتكسر، كل الدم المتكسر ده هيروح يقفل لك ويعمل لك انفلاماتوري رياكشنز برضو عند الاراكنويد جرانيوليشنز وما تعرفش تشتغل. فاكرين لما كنا في حلقات الفاسكولار واتكلمنا عن السب اراكنويد هيموراج، وكنا قلنا السب اراكنويد هيموراج ده بيجي له تو تايبس اوف هيدروكافلس، واحد بيجي بدري اكيوت ستيج، واحد بيجي متاخر ليت ستيج. كنا قلنا الاكيوت ستيج ده غالبا الدم اللي موجود في الفنتريكلز ممكن يكون عمل لك اوبستراكتيف هيدروكافلس، او الدم اللي في السب اراكنويد سبيس قفل لك وعمل لك اديجنز في السب اراكنويد سبيس فعمل لك اوبستراكشن برضه اوبستراكتيف هيدروكافلس. ده كان الايرلي فورم. اما الليت اللي بيجي بعد اسبوعين ثلاثه، طب ده بيجي منين بقى؟ قال لك ان الدم لما اتكسر في السب اراكنويد سبيس راح ضرب لك الاراكنويد جرانيوليشنز وعمل لك ايه؟ وعمل لك كوميونيكيتنج هيدروكافلس. بدانا نربط الحاجات ببعض اهو يا معلم، الله عليك. يبقى دول اول اتنين اكوايرد كوسز انا جايبهم مع بعض كده علشان الاتنين ليهم نفس المشاكل، سواء كان انفكشن سواء كان بلاد، الاتنين هيؤدوا الى ضرب الاراكنويد جرانيوليشنز، ضرب الاراكنويد جرانيوليشنز ويؤدي الى حدوث الايه الكوميونيكيتنج هيدروكافلس. بس خد في اعتبارك حاجه ثانيه معلش، الانترافنتريكولار هيموراج ده يعمل لك اوبستراكتيف من غير كلام، يعني مثلا في الاشعه اللي موجوده على الجنب دي، ده انت عندك الثيرد فنتريكل، الثيرد فنتريكل كلها دم دلوقتي، او ممكن تلاقي اشعاعات ثانيه تلاقي الفورث فنتريكل فيها كلوت، فيها دم موجود كده، العيان ده عرضه جدا ان هو يجيله هيدروكافلس طبعا. ليه؟ الدم اللي موجود في الفورث فنتريكل هيقفل الباث واي بتاع البلاد بتاع السي اس اف في المنطقه دي، فالدم هيتجمع وراه، ممكن لو الكلوت دي دابت والدنيا اتحركت الدنيا تمشي اوكي، لكن لو ما مشيتش وفضلت الكلوت موجوده شويه يعمل لك هيدروكافلس. كلام مهم جدا الكلام ده، انك تبقى عارف الباثولوجي، هل ده اوبستراكتيف هيدروكافلس ولا كوميونيكيتنج هيدروكافلس، ده مهمه انك تكون فاهم الايه الباثولوجي. يبقى غالبا الانفكشن هيعمل لك الكوميونيكيتنج هيدروكافلس، والبوست هيموراجيك يعمل لك كوميونيكيتنج لو في حاله ان هو ضرب الايه الاراكنويد جرانيوليشنز، وممكن لو انترا فينتريكولار هيموراج ويعمل لك اوبستراكشن في المنطقه دي يعمل لك ايه؟ يعمل لك كمان اوبستراكتيف هيدروكافلس. نيكست، ايه تاني من الحاجات الاكوايرد كوسز؟ طبعا الماسز دي بقى طبعا. طب لما يكون عندك ماس تفتكر الماس هتعمل لك ايه بقى؟ هتعمل لك كوميونيكيتنج ولا اوبستراكتيف؟ برضه سؤال ايه يعني اللي ما يعرفش يجاوب عليه ده، اذا بطيخ اوبستراكتيف طبعا، هو ماس تيومر خرج راح عمل اوبستراكشن لباث واي زي التيومر اللي قدامنا ده، مش عارف ده غالبا ده كولويد سيست لو انتوا فاكرين، كولويد سيست كده طالع عند فورمن اوف مونرو هوب راح قفل فورمن اوف مونرو، فالسيس اف هيتجمع فين؟ في اللاترال فنتركل بس، الثيرد فنتركل هتبقى نورمال والفورث فنتركل طبعا نورمال، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى ده اسمه اوبستراكتيف هيدروكافلس اكيد. او طبعا لو في فاسكولار مال فورميشن يعني ماشي اوكي. المهم يعني ان في حاجه ناس قفلت الباثوي، فين الباثوي ده يا معلم؟ في الفنتركل، يبقى اسمه ايه؟ اوبستراكتيف هيدروكافلس. كويس. او طبعا بوست اوبراتيف، بوست اوبراتيف ساعات لما نشتغل على حالات البوستير فصه، حالات البوستير فصه من ضمن الحاجات المهمه ان احنا ساعات بنعمل حاجه اسمها ايمرجنسي برهول، وده من ضمن الخطوات العمليه علشان احنا عارفين عمليات البوستير فصه للعيانين اللي هم ما عندهمش هيدروكافلس، ساعات السيرجري نفسها بتنديوس ان الدنيا ممكن يحصل فيها إديمة، والتشينجز بتاع العمليه نفسها والمانيبيوليشن بتاع العمليه نفسها بيؤدي الى حدوث اديما، وممكن ده يعمل لك اوبستراكشن في الاكويدكت اوف سيلفيس، اوبستراكشن في الفورت فنتريكل، او فورامينا اوف لوشكا وماجندي، ما مما قد يؤدي الى حدوث الايه الاوبستراكتيف هيدروكافلس في هذا المكان، فقد يكون الجراحه هي ليها دور ومؤسسه او مؤثره ان يحصل ايه، ان يحصل هيدروكافلس. يبقى ده هي دي اسباب حدوث الهيدروكافلس، سواء كان احنا فهمنا الهيدروكافلس اكيوميليشن اوف سيلف في الايه في الفنتركل، سواء كان اوبستراكتيف او كوميونيكيتنج، وعرفنا الفرق بين الاثنين. وبعد كده قلنا في اسباب كونجنتال، ودي غالبا بتبقى ايه اوبستراكتيف كلها، اللي هي زي كايرو تايب 1 وكايرو تايب 2 والاكويداكتال ستينوزز والداندي وهكذا. ثم قلنا في حاجات اكوايرد اشهرهم مين؟ البوست مينينجيتيك اللي هو الانفكشن، وده بيعمل لك كوميونيكيتنج، او ان يكون في هيماتوما سواء كان هيعمل لك كوميونيكيتنج او اوبستراكتيف على حسب ايه الدم موجود فين، او ان يكون في تيومر ماسز يعني، او ان يكون في ايه بوست اوبرتيف.
كلام اهبل وما فيهوش مشاكل.